عطار عجوز قال لي الزيت ده كنز ومعجزة ربانية، لو يعملوه الصبايا والشباب قبل العيد يكسب كل ملايين. صلوا على رسول الله. أول حاجة كده بنجيب أي طبق ونحط معلقة من القهوة ومعلقة كبيرة من القرفة المجروشة، القرفة اللي هي الخشنة مش الناعمة. صلوا بقى على رسول الله. اللي أول مرة يشوفني، أنا مطبخ مامة سولة إسراء فتح سكيتشن، ودي قناتي على اليوتيوب. اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل جديد. كمان اكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتشوفوني او بتتابعوني دلوقتي من اي بلد او من اي دوله. هبدا كده اخلط القرفه مع القهوه، وبعد كده هبدا اضيف ليهم معلقه كبيره من الخل الابيض، وكمان هبدا برضو ان انا اضيف ليهم تونر الورد او ميه الورد معلقه كده كبيره. هبدا بقى بعد كده اخلط ميه الورد مع الخل مع القرفة والقهوة. صلوا بقى على رسول الله. العيد على الأبواب، وكل سنة وإنتم طيبين وعيد سعيد يا رب، إن شاء الله علينا جميعا يا رب وعلى العالم أجمعين. هخلطهم كده كويس، وحبدأ بقى هنا أضيف المكون السحري، والمكون ده هو بيضة. هبدأ أجيب كده بيضة وأكسرها وأضيفها لكل المكونات. بعد كده بقى هبدأ اخلط البيضة مع القرفة ومع القهوة ومع الخل ومع مية الورد. هنخلطها لمدة 5 دقايق بالظبط لحد ما الخليط ده كله يتحول زي جل كده. وبجد الفكرة دي هيدعولي عليها الشباب والصبايا وكبار السن، وبجد رهيبة. هنخلط كده كويس لمدة 10 دقايق، وكمان على فكرة رهيبة قوي للأطفال، فأنا هخلطها كده كويس. كل ما هنخلط أكتر كل ما يعني هتبقى معانا سايبه، هتبقى عامله زي الجل كده. لايك بقى وكومنت حلو، اكتبوا لي في الكومنتات بتشوفوني او بتتابعوني دلوقتي من اي بلد او من اي دوله، واهلا وسهلا بيكم جميعا. بعد كده بقى هبدا اضيف الزيت الكنز ده، والزيت ده هو زيت الجرجير. فهبدا كده اخد معلقه كبيره من زيت الجرجير، وهضيف ليهم كمان زيت حبه البركه وزيت الجوجوبا، حاجة بسيطة كده، وزيت بذور العنب. ده بقى كنز، ده بجد رهيب. طيب لو ما عندكيش كل الكلام ده يبقى اكتفي جدا بإضافة زيت الجرجير وحاجة بسيطة كده من زيت البرتقال، وده أصلا بيور كده بنسبة 100%، فأنا مش هضيف كتير. هبدأ بقى بعد كده أخلط كل الزيوت دي مع كل المكونات. دي بقى المفروض ان احنا هنعملها 3 مرات قبل العيد. شباب وبنات، وكمان لو عندك اطفال بنوتك كده، كل اللي انت هتعمليه ان انت هتغسلي شعرك من بالليل، تسيبيه لحد ما ينشف تماما، وهتفردي القناع ده على شعرك، تغلفي بيه شعرك كله وتلبسي بني وتسيبيه لمده ساعه. الشباب يقدروا يعملوا نفس الطريقه علشان يستغنوا عن الجل وهو ينعم شعرهم. بعد كده بنغسل شعرنا، اعمليها 3 مرات. انا عايزه اقول لك بتفرد الشعر فرد، هتخلي شعرك كده في العيد زي الحرير، حتى لو هو مجعد فهي بتفرد اصلا الشعرايه بالطريقة دي. لما بتستخدمي البيضة كاملة رهيبة بجد في فرد الشعر. اعمليها 3 مرات قبل العيد، هتخلي شعرك كده ورا ظهرك بجد خطير، مفروض فرد وكأن انت عاملة له فرد اصلا. زائد بقى ان هي بتطول الشعر وتكثفه، وبيبقى فيه لمعة غير طبيعية، وبيبقى ناعم كده زي الحرير. زيت الجرجير مع كل المكونات ديت بنفس الطريقة ونفس التركيبة ديت اقوى ماسك واقوى قناع فعلا لفرد الشعر والاستغناء على البيبليس.